مرحبا، أنا ليلى، واليوم بدي أشارككم طريقتي لنحول أي حمرة ليصير مطفى ويضاين لفترة طويلة. هلأ رح بلش استعمل أول برودكت Prep and Prime Lip، واللي هو أساس للشفاف. استعمله على كامل الشفاف، هيك بيزيل الخطوط الموجودة على الشفاف، بيعطيها ملمس مخملي. هلأ رح استعمل محدد للشفاف، ورح بلش فيه من داخل الشفاف، عبي فيهن للخارج. اللون اللي عم بستعمله اسمه Half Red، رح عبش فيه الشفاف. هذه الطريقة بتسهل اني احصل على شفاف محددة، وبنفس الوقت اساس كتير منيح للحمرة، بيخلي الحمرة ثابتة خلال النهار. من بعدها رح ناخد الليبستيك، واللي هو حمرة اللي عم بستعملها فيها لمعة. نعمل نفس الشي من فوق، حبلش عبي الشفاف من الداخل، وهيك بكون اكيدة انه ما رح ينتزع شكل الشفاف. هيدي البراش كتير حلوة لأنه بتساعدني أوصل للزوايا بالشفاف والمناطق كتير صغيرة اللي ما بيوصل للحمرة. هلأ رح استعمل كلينكس على الشفاف. هيدي الطريقة تطفي اللمعة اللي موجودة على الليبستيك أو الحمرة. من بعدها رح استعمل الباودر البريب ان برايم، وحطها بهيدي الطريقة على الشفاف من فوق الكلينكس. هاي الطريقة كتير بتساعدني لأحصل على شفاف مات لو شو ما كانت نوعية الحمرة أو ملمسها، سو إذا كان فيها لمعة أو عالية الترطيب بقدر أحصل على شفاف ناشفة وبنفس الوقت بتضاين لفترة كتير طويلة. وهيك منكون حصلنا على شفاف ناشفة بدون لمعة بتضاين لفترة كتير طويلة.